مدينة سي وورد أبو ظبي بتساهم في استقطاب سواح من دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك من خارج الإمارات. نطمح من خلال هذه المدينة الجديدة إلى ثراء تجارب السواح والزوار الجزيرة بشكل عام وزوار إمارة أبو ظبي. المدينة بتلعب دور كبير في زيادة التوعية كذلك للرعاية بالحيوانات البحرية بشكل عام وتثقيف الجمهور وزوارها عن الرعاية بالحيوان والاهتمام بالحياة البحرية. من خلال المدينة بيكون في هناك مختبرات وتجارب تقوم بدراسات متخصصة في سواء الحيوانات البحرية أو النباتات البحرية وكذلك بحوث متخصصة في الخليج العربي. المدينة تعتبر الأكبر على مستوى العالم، مساحة تتجاوز 180 ألف متر مربع وكذلك بتكون فيها أكثر من 1000 وظيفة في المدينة. اليوم شركة ميرال من خلال هذه المدن تطمح إلى أن تلعب دور كبير في تحقيق رؤية أبو ظبي للتنوع الاقتصادي وزيادة دور قطاع السياحة في التنوع الاقتصادي لإمارة أبو ظبي. تتكون المدينة من أكثر من 8 مناطق مختلفة اللي يميز كذلك المحيط اللانهائي واللي بيكون فيه أكبر أكواريوم على مستوى العالم بمساحة أو بحجم يتجاوز أكثر من 25 مليون لتر وكذلك أكثر من 68 ألف حيوان في هذا الأكواريوم.